محمد بن ناصر الكعبي رئيس مجموعة التطوير ورعاية الموظفين، والسيد نافذ بسيسو رئيس مجموعة المشاريع لتكريم الطلاب المتفوقين والمدارس. وأيضاً أريد أن أدعو الأستاذة موزة مضاحكة من هيئة التعليم والأستاذة فاطمة راشد من هيئة التعليم لتكريم الطلاب، فليتفضل. نبدأ إن شاء الله بالمركز الثالث. اشترك في المركز الثالث مدرستان، مدرسة ابن تيمية الثانوية بنين. تفضل. أسماء الطلاب: محمد محمود، محمد أحمد، أحمد زايد جهير الشمري، ومحمود رمضان نفادي أبو بكر. المشرف أستاذ محمود أبو الفتوح. شكرا. المدرسة الأخرى مدرسة عائشة.